السلام عليكم ورحمة الله. كلمتين خطروا يعني على خطروا على البال وخطروا على البال يعني مش بتوعي أو بتوعي، يعني أنتوا عارفين يعني إيه إلهام وحدث والفؤاد بيعمل إيه، السمع والبصر معايا يعني أو معاكم، ده نفس عودي يعني. إذا كنت أنا عايش في إليوجن يعني وهم، الماتريكس كلها إليوجن وإحنا وهم صح، وكل اللي قدامنا ده اتعلمناه إن هو وهم، ولا المادة مادة ولا الصلب صلب، مجرد هولوجرام صح كلام. إذن نحن نعيش في وهم. لما يجي يقول لك تبرأ من الوهم إبراهيم، أنت إزاي تتبرأت من الوهم إذا كنت أنت مخلوق من في الهولوجرام ده؟ هل أنت طلعت بره الماتريكس كلها؟ هل أنت طلعت بره منظومة الوقت كلها؟ إذا كنت أنت طلعت منظومة الوقت كلها، أنت تاريخك ليه موجود جوه المنظومة؟ فاهم أنت؟ إذا أنت موجود هنا، واي كلام بنعرفه هنا اذا هو هنا. حلو الكلام. هل انت تقدر تفكر بره المنظومه دلوقتي؟ انت محكوم، انت في سياج اسمه 15 باط غير الخلق الداخلي بتاع البلازما بتاع ما علينا، بس فمش منطق انك تتبرأ من ما هو انت موجود في وهم. خليني بس العب معاك اللعبه دي. إذا كنت أنا موجود في وهم ومخلوق من إليوجن المصدر دوت، إذا أنا ألعب مع الوهم. إذا كل اللي أنا بفكر فيه وبقول عليه وهم هو حقيقة، لأن أنا بلعب وعايش جوه منظومة الوهم. فاللي بيقول لك انت بتخترع حاجات ملهاش وجود، انت اصلا كلنا عايشين في الوهم، فكل فكرة انت بتقولها وهم في نفس الوقت حقيقة. اذا استطيع ان افكر واعمل كل شيء، انا العب بالوهم ده زي ما انا عايز. حلو، بعيد بقى عن الاديان وبعيد عن اي حاجة، بقى العب بالوهم ده زي ما انا عايز. عيش ماتريكس، اضحك، هزر، اخترع، كل ده حقيقة. كل اللي انت بتفكر فيه اللي بتقول عليه وهم ومش هيحصل، ده حقيقة. انا بلعب بمنظومة الوهم، فالوهم اللي في عقل المصدر انا عايش فيه واداني حرية الارادة ان انا اعمله، فعندك فري ويل، فكل اللي بفكر فيه بيحصل، فانت اللي بتعتبره وهم حقيقة. خد بس النقطة الفلسفة ديت على أساس إن الكل يبقى في مركب واحد ويضحك على اللي إحنا فيه، لا ييأس